ليه وش تبون به؟ خفاش من هو؟ عامر منير. يا ولد بالله وش الباي؟ بالله ما عينت العامر. بالله اسالك بالله عارك صاير انت في داقل عليه ولا جميل؟ الاعداد وانا اشوف صدق انا والاعداد حلو داقين عليه على اي اساس؟ انا ابغاه يا اخي. انا دق عليكم ولا انت اللي دقيت عليه؟ لا والله حندقنا عليه ولا يعني احلف انه ما ارسل لك رساله على الواتساب. لا في ذمتي ما ارسل لي والله. طيب اسمع اكبر طيب وش المحتوى اللي انتم جبتوه ارحب يا ابو طلال. ارحب ابو طلال. وش المحتوى اللي هو سهلا تدقون على عامر؟ هلا ابوي هلا ابو سامر. المحتوى يا وليد انه يطلع من السلامه ما ادري ما في شيء محدد بس الرجال شخصيته حلوه. شخصيته حلوه انت تدري شخصيته ما غير حنا اللي ملجمين به. ارحب تتركون. طيب اسمع من طلال المكتسح دقيقه تتركون فارس البزنس فيصل من ريلتي والحاصل على البزنس فيصل من ريلتي والحاصل على المركز الثاني تاخذون عامر منير. فيصل جاك كلام المعزبه لما جاك رد يا فيصل. اي والله جان. ها شندك ما جيت والله انك حطيتهم على الصدع من يتغلى فيصل طلال. هو لماذا يا فيصل طلال؟ ايه انا والله قاعد على الاقل اخوياك اللي حدوك على الاقل بتمثلنا خير تمثيل ابرك قاعد يشوف اللقاءات كيف تتقابلونه تسالونه ما يصير ما يحجي ولا لا. لا الامور يسنا طيبه. ما جابوا له عامر منير. عامر منير مسوي كذا طول الجلسه هو جالس كذا. ما حد سألك والله اني مركب اليومين لكن بعد حد سألك يطير الشاحن. تدرون شو مصيبه؟ ما قدرنا نحشره في شيء كل ما جينا نبغى نحشره نط جميل لانه خاله ما ادري. يلا حيوا نجيكم ان شاء الله. الله يعطيك الله حالك وبراك زايد شرف في ذمتك. الله يعافيك زايد سوي لهم ميوت فيصل الله يجعل مقعد يبدي عليك شوي سجل سوي لهم ميوت. اسلم يا ابو طلال. اقول بيض الله وجيهكم والله العظيم انها وصلت ويشرفني ويسعدني اني اكون ضيف معكم والله العظيم صادق والله لكن جدا انا جعلني والله ما ابكيك والله ما حبيت الا اللي يحبك يا زايد جعلني ما ابكيك بنسق ان شاء الله على يعني ترتيب وعلى فضوه وبجيكم باذن الله بالعكس يشرفني جعلني ما ابكيك. ابو فراج ايش حالك ابو فراج؟ ليش كذا؟ صابر هلا ايش حالك؟ طلعت انا بحركات جديده تعطيني ورد ورد يلا يا فيصل الله يبجيك يا حبيبي يا شوي لا يا اخي يا اخي والله اني احبك والله اني احبك بالله يا زايد والله يا ولد.